الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليم، السلام على من غسله دم والتراب كافور. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلوا على محمد وآل محمد. من الأسئلة المهمة والعقائدية الخطيرة جدا كما سيتضح إن شاء الله، الذين لم ينصروا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وخذلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد أن دعوه إلى القدوم إلى العراق، هل كانوا يحبون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل كان حبهم للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حبا حقيقيا أو لا؟ هؤلاء كانوا يتظاهرون بمحبة الإمام الحسين ويدعون محبة الإمام الحسين عليه الصلاة. نستطيع أن نجيب بسهولة على السؤال لأنهم كانوا ليس فقط يحبون الإمام الحسين عليه السلام، كانوا يعشقون الإمام. الذين خذلوه كانوا يعشقونه كما سنبين، والدليل على أجواء العشق والمحبة هي ردود الفعل التي تلت حادثة كربلاء مثل ثورة التوابين، ثورة عاشقين، مجموعة من العاشقين الذين ندموا على فعلتهم
مجموعة من العشاق 4000 عاشق. أول من ذهبوا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارة عاطفية مملوءة بالبكاء، ونتيجة هذا التأثر قرروا الشهادة. يعني كان لم يكن هناك خيار لديهم إلا عدم القتال أو الشهادة، اختاروا الشهادة واستشهدوا 4000 واحد، وعلى رأسهم سليمان بن سرد الخزاعي الصحابي الجليل اللي كان من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليه. إذا كان هناك حب للإمام الحسين عليه السلام، عشق للإمام الحسين، ألم لشهادة الحسين عليه السلام. عندما ذهبت زينب عليه الصلاة والسلام إلى الكوفة استقبلها عدد كبير من أهل الكوفة بالبكاء، وكانت كلمتها المعروفة: فلا هدأت الرن ولا رقأت الدمع. السيدة زينب عليه السلام رغم بكائهم، رغم عشقهم، رغم حبهم، لم تتفاعل مع هذا البكاء ولم تستسغ هذا البكاء، بل ذمت بكاء أهل الكوفة. لكن عندنا سؤال مهم: أليس الذي يغير الإنسان هو العشق وهو الحب؟ هو مبدأ شيء كل شيء في عيون الإنسان هو حبه وتعلقه. إذا كان هذا الحب موجود فعلا وكان هذا الحب واقعي، لماذا لم يؤثر؟ لماذا هؤلاء في الصباح يلتقون بمسلم بن عقيل سلام الله عليه بالبكاء، يقبلون يده عن صدق، يقبلون يده حبا له لأنه يذكرهم بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ المغرب ما في ولا واحد منهم، هؤلاء في الصباح مو بعد كانوا وياه، أخذ مع منهم 4000 مقاتل أحاطوا بقبر بقصر الإمارة، وكان عددهم كبير جدا. قاتلوا مع مسلم بن عقيل أصلا في الظهر، قاتلوا مع مسلم بن عقيل في المغرب، مسلم بن عقيل بقي وحيدا، لم ينقذه في الكوفة سوى امرأة كانت لديها استعداد أن تدافع عن مسلم بن عقيل، لكن لم يكن هناك رجلا في الكوفة لديه الاستعداد بأن يقف إلى جانب مسلم بن عقيل. ما هو السبب؟ هذا مهم احنا نتعرف على هذه الحقيقة، كيف أن الحب لا يترك تأثيره؟ كيف أن هؤلاء يحبون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ وهذا مو سؤال فقط لأهل الكوفة، هذا في مكة، في المدينة كذلك. لا يوجد فرق كثير بين الكوفة وغير الكوفة في تلك الفترة. الفرق بين الكوفة ومكة والكوفة والمدينة والكوفة وسائر البلدان فرق واحد، أن أهل الكوفة دعوا الإمام الحسين عليه السلام، يعني كانوا في مرحلة متقدمة على غيرهم، بالعكس البقية كانوا متخلفين أكثر. يعني أهل المدينة أصلا حتى لم يبدوا الاستعداد تجاه الإمام الحسين، أهل مكة لم يبدوا الاستعداد، أهل البلدان الأخرى لم يبدوا الاستعداد لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، أهل الكوفة أبدوا الاستعداد لكنهم لم يفوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لكن النتيجة
الجميع خذل الإمام الحسين عليه السلام، وردود الأفعال أيضا لم تختص بالكفر. أصلا لولا كربلاء لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية وأدى ذلك إلى وقعة الحرة في بعد. أهل الكوفة، أهل المدينة، نتيجة عشقهم للإمام الحسين عليه السلام، حب أهل المدينة للإمام الحسين، تعلق أهل المدينة بالإمام الحسين عليه السلام، ما في شك شهادة الإمام الحسين أثرت. بعد ما يقارب 3 سنوات تفاعل الناس، ازداد الناس تفاعلا إلى أن أعلنوا عن خلع يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية نتيجة ذلك أمر مسلم بن عقبة أن يستبيح المدينة 3 أيام، فكانت وقعة الحرة التي الآن لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. إذن العالم كله كان هكذا، العالم الإسلامي الذين يعرفون الإمام الحسين، الذين بكوا على الإمام الحسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رحوا مع الحسين، كثير منهم كان بإمكانه أن يذهب. يعني إذا الموضوع كبر السن، أبو حبيب المظاهر كان عمره كما يبدو على الأقل قريب 80 سنة، كان كبير بالسن. برير بن الفضير أيضا كان كبير بالسن. هناك شخصيات من كبار السن كانوا مع الإمام الحسين، حتى زهير بن القين لم يكن شابا عندما خرج مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا المشكلة في كبر السن، خب كبر السن كان هناك كبار السن مع الإمام الحسين، لكن هنا يوجد شباب لم يأتوا مع الحسين، كبار السن لم يأتوا مع الإمام الحسين. ما هي المشكلة؟ عليه وآله لا يكفي من أي ناحية. إحنا بمصطلحنا في الحوزة الحب مقتضي وتأثيره يتوقف على عدم المانع. يعني شنو؟ يعني أنا أجيب مثال في الآية اللي ذكرونها، يقولون إذا الإنسان أكو عنده غريقين كلاهما يحبهما ويمكنه أن ينقذ كلا الغريقين، وبينقذ كلا الغريقين، لكن إذا صار تزاحم لا يستطيع إنقاذ أحد الغريقين يستوجب ترك الآخر، إهني روح للي يحب أكثر. إهني الحب الأقوى يكون مانعا من الحب الأضعف. مو الحب الأضعف يعني القوي الضعيف، لا، من الحب القوي. الأقوى مانع من القوي، الأهم مانع من المهم. إهني إذا كان أكو أهم ومهم، حينئذ الأهم يتقدم على المهم، فحينئذ هو يروح باتجاه الأهم، والمهم بعد خلاص أنا إذا غريقين كلاهما أحبه حب شديد، لكن أحدهما أحبه أكثر، إذا أنقذت أحدهما الثاني راح يغرق، أنقذ اللي أحبه أكثر. هذا طبيعي، مو الشكل. نفس الشيء حب الله وحب الدنيا، مرات احنا نحب الله وايد، نحبه مو شوية، ونحب الإمام الحسين أيضا، نبكي على الحسين حب شديد، مو أنه منحب الحسين عليه السلام، لكن هذا الحب أكو ويا حب ثاني، لو ما أكو ويا حب ثاني أقوى من عنده. أحيانا هذا الحب أكو معاه حب آخر، هذا الحب الآخر أقوى من عنده. إذا ماكو تزاحم أنا أقدر هم أحقق الأمنية تجاه هذا المحبوب وهذا المحبوب، أحقق كل الأمنيتين. يعني مثلا أنا أقدر أستقبل الحسين وأدافع عن الحسين وما أخسر بيتي، هو أدافع عن الإمام الحسين. إذا الإمام الحسين الدفاع عنه ما في خسارة كبيرة، إذا في خسارة مثلا مبالغ بسيطة، في مثلا خسارة دنيوية حتى شوية يعني تذكر، لكن ما أخسر الدنيا،
لا أنا هم أجمع بين الدنيا وبين الإمام الحسين عليه السلام، لأن أنا أحب الإمام الحسين وحب بسيط، أحب الإمام الحسين سلام الله عليه حبا شديدا، ولكن هم أحب الدنيا أكثر. وإذا أقدر أجمع بينهما مثل اللي يقدر يجمع بين إنقاذ غريقين، إذا يقدر يجمع بين الغريقين الذي يحب أحدهما بشدة والآخر بنحو أشد ينقذ كلا الغريقين. نفس الشيء أقول إذا أقدر مثلا هم أقيم مجالس الحسين، أزور الحسين عليه السلام، أدافع عن الإمام الحسين عليه السلام، وفي نفس الوقت هم بيتي بخير، عائلتي بخير، ما عندي مشاكل اجتماعية، ما عندي مشاكل سياسية، خب ليش أسوي كل هذا؟ هذا كله أسويه. المشكلة وين تصير؟ بالمنعطفات، بالمنعطفات المقتضي ما يأثر إذا أكو مانع في مواجهته. إذا أكو أقوى أضعف وأقوى، إذا أكو أهم ومهم، لا هني خل أشوف الأهم بالنسبة لي شنو؟ الأهم بالنسبة لي هو الله والإسلام أو الدنيا والأولاد والعائلة والأسرة وما أشبه ذلك، هذا مهم. لذلك الله عز وجل لا يريدك أن تحبه، يريدك أن يكون هو أحب شيء إليك. لازم الله تحبه بحيث ما أكو شيء حب قريب من الله عز وجل. أن يكون الله عز وجل أحب إليك من مالك، من عشيرتك، من تجارتك، من كل شيء. الله أحب إليك، لا أن الله محبوب إليك، لا أنك تحبه حبا شديدا، لا، الحب الأشد. لازم الله الحب، الحب الأشد. حتى إذا حبينا الله عز وجل حب أقوى حب، عند المنعطفات راح نختار حب الله. إذا نحب بهالحب هي بالمنعطفات، إحنا مضامنين أنه إذا أكو تزاحم بين الدنيا والآخرة، أكو تزاحم بين حب الله عز وجل حب الدنيا، نروح لوين؟ نروح إلى حب الله، نروح إلى حب أهل البيت عليهم السلام، نروح إلى الإسلام، نروح إلى القيم، نروح إلى المبادئ. كل نحط ببالنا شيء واحد، من يتهم أن كل أهل الكوفة كانوا مولانا حبهم ظاهري مزيف، هذا مو صحيح. حب أهل الكوفة ما كان مزيف، حب أهل الكوفة كان حقيقي. طبعاً أهل الكوفة ما أتكلم عن الفئة الأموية في الكوفة، عن الخوارج اللي في الكوفة، لا، أتكلم عن اللي يحبون أهل البيت بالكوفة. وهذه المشكلة مو مشكلة كانت في محدودة بحدود جغرافية أو بحدود زمانية، مو محدودة بحدود زمان ومكان، هذه الآن موجودة. الآن إحنا خل نسأل سؤال، الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه ليش غايب؟ ليش غايب الإمام الحجة؟ حتى يتضح ليش غايب أكو سؤال ثاني، ليش الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين خوب أعظم من الإمام صاحب الزمان؟ طبعاً في عقيدتنا الإمام علي عليه السلام أعلى مقام من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ليش الإمام أمير المؤمنين ما طبق الإسلام؟ ما قدر يطبق الإسلام، ما قدر يحقق أهداف الإسلام. أكو مشكلة يعني أمير المؤمنين في كفاءته؟ لا، ما في مشكلة فيها كفاءته، مشكلة واحدة الإمام الله ما يريد الإمام يقيم الإسلام كشخص، يريد أن يقيم الإسلام من خلال ليقوم الناس بالقسط، يعني من خلال الجماعة الصالحة.
اكو جماعه صالحه هي تقيم الاسلام من خلال الامام، الامام هو محور اقامه الاسلام. الله ما يريد النبي واحد من الانبياء يقلب المعادله، هو الله يقدر بدون نبي، يقدر هو بنفسه تكوينا يفرض العداله الاجتماعيه. الله ما يريد العداله الاجتماعيه تفرض بهالطريقه التكوينيه، لأنه لا يوجد إرادة تكوينية للعدالة الإلهية أصلا، كما يقول علماءنا الله يريد العدالة بالإرادة التشريعية مو بالإرادة التكوينية، يعني يريد الناس يقيمون العدالة، أن يقيم الناس العدالة من خلال الإمام. إمام ما كان عنده ناس، قال يقول يا أشباه الرجال ولا رجال، هو بين السبب نفسه. إمام الصادق عليه السلام يقول والله يا سدير أو يا سدير لو كان عندي شيعة بعدد هذه الجداء لما وسعنا القعود. سدير أو سدير يقول فنزلنا فصلينا فعطفت على الجداء فإذا هي 17، يقول ما عندي 17 واحد. وما يقول الشكل الفرق بين أمير المؤمنين والإمام الحجة شيء واحد، أن الإمام الحجة كان الإمام علي كان يمكن أن إلى مدة يبقى على قيد الحياة بدون مبررة بدون قتل. إمام الصادق كان يمكن أن يبقى بقى. الإمام الحجة الأمة ما كانت مهيئة حتى لحفظ وجوده، ما كانت تحفظ حتى وجوده، يعني أكو تقاعس من أتباعه إلى هذا الحد. أتباعه جماعته، مشكلته في جماعته مو مشكلته في غير جماعته، لأن جماعته اللي يقيمون الحق. مشكلة صاحب الزمان سلام الله عليه أن ما في ناس بقدر المسؤولية يمكن أن يملأ بهم الأرض قسطا وعدلا، وإلا كان يطلع لهم سلام الله عليه. اليوم نفس المشكلة، الناس مستعدين يسوون كثير من الإجراءات، لكن ما هو مدى حب الناس للإمام الحسين ولصاحب الزمان وللأهل؟ يعني احنا الان لما نجي يوم الجمعه نقرا دعاء الندوه، اول شيء نقول له بنفسي انت من مغيب لم يخلقني. واقعا هو دائما ببالنا. او لما نقول متى نرد مناهلك الرويه فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصلاه. صار احنا عطشانين، هذا كلام واحد عطشان يعيش عطش، يعيش العطش تجاه صاحب الزمان، او احنا ناسينه بس يجي يوم الجمعه يبدد العبارات. هالواحد هو عطشان قاعد يقول العباره. متى نرد مناهلك الرويه فنروى، احنا ما عطشانين نريد نروى يا صاحب الزمان. متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصلاة، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ. هو يقول بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منه، بنفسي أنت من نازح ما نزع عنه. هو منازح عنه الآن، هو منازح، وين هو؟ فعلا احنا كل ما نتذكر نبكي، يعني موجود في قلوبنا واقعا. بنفسي انت من نازح ما نزح عنا، بنفسي انت امنيه شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنه ذكرى فحنا. وهالشكل صاحب الزمان بالنسبه لنا، لو كانت الامه تعيش هذا الشعور تجاه الإمام الحجة، لا يوجد مبرر للغيبة أصلا، لا يوجد معنى للغيبة، لأن الغيبة تكون بلا سبب، ومحال الإمام الغيب إذا ما أكو سبب للغيبة. إذا المقتضي للظهور موجود، ليش ما يظهر الإمام؟ لأن المقتضي موجود، لأن هناك مانع ما يقدر يظهر. الناس مو مهيئة، هذه المشكلة هي نفس المشكلة. وكربلاء أيضا
مو حادثة زمنية في بقعة معينة، هي بدأت في كربلاء في يوم العاشر، بدأت لتستمر إلى ذلك اليوم الذي يملأ فيه تملأ فيه الأرض قسطا وعدلا. هذا قصة كربلاء. طيب كربلاء، كربلاء يعني شنو؟ يعني لازم كل يوم أكو حبيب ابن مضاهر، كل يوم أكو مسلم ابن عوسجة. عندما يسقط على الأرض مسلم ابن عوسجة يجي حبيب ابن مضاهر، شو يقول له؟ يقول له: لولا أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. ما يقول له، ما يفكر لا بعائلته لا بأولاده لا بشيء. يومئ بيده إلى الحسين عليه السلام ويقول له: أوصيك بهذا أن تموت دونه. هاي كربلاء. هذه كربلاء يعني يجي واحد عمره 11 سنة يكره الإمام الحسين أن يدخل في المعركة يقاتل، يقول له: سيدي أبو عبد الله، إن أمي ألبستني لامة الحرب، أمي ألبستني لامة الحرب، أنا أريد أقاتل. كربلاء يعني أن زينب عندما تضع جسدها عند جسد الحسين وهو جسد بلا رأس، ترفع طرفها إلى السماء وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.